ليلة وليلة قصة، كل ليلة ألف 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 ليلة وليلة قصة، كل ليلة. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغلي له ليله لطلوع النهار، حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغلي له ليله لطلوع النهار، حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد. الف ليلة وليلة قصة، كل ليلة 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 ألف ليلة وليلة قصة، كل ليلة. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغلي له ليله لطلوع النهار، حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغلي له ليله لطلوع النهار، حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد. الف ليلة وليلة قصة، كل ألف ليلة وليلة قصة، كل ليلة ألف ليلة وليلة قصة، كل ليلة. تكاشي مال مخرج المنافس عندنا، احبه جدا، هو بيعد في ودني. يعني جوهري كده، جوهري انت عارفه حنجره الجوهري، حنين التاني. ايوه يقول لك ايه، 3 2 1 اتفضل يا استاذ شريف. جميل على فكره. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ سهون سهون سهون. انا بحبك يا تكاشي، مش دعوه اي حد. انت فاكره مثلا ما تقولي له الكلمتين دول هيكلوزك مثلا، ولا هيحط لك كادر زياده؟ لا خالص خالص، هيطفي التكييف. هيطفي التكييف. ويس يا ست سوسو برشيو. نعم، بلغني ايها الجمهور السعيد جمهور الحاج شريف مدكور ذو العقل الرشيد. رشيد ده ولا مش رشيد؟ وحج. دي احلى حاجه عملتها السنه دي، بقول لك اهو. وانا الوحيده اللي بقول لك يا حج في كل سكان الشارع. انت صح، يعني المفروض بقى تعملي بقى ايه مميزات اضافيه. اللي هو ايه؟ معرفش، انا بقى انا الوحيده اللي بقول لك يا حج. عايزه حلقتين بدل حلقه في الاسبوع. يا سلام. انت انا عارف. يا سلام يا رب، والنبي يا رب، النبي يا رب. مش عيب على فكره. الله، مش عيب يا اخويا. النهارده هتتكلمي عن راجل انا درست في المدرسه شغل من شغله. صحيح. بالنسبة لي هو مهم جدا. طبعا هو البريطانيين بيعتبروه أهم كاتب بعد شكسبير، يعني هم يعني فخورين جدا 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 أنهم أنجبوا للعالم 2 شكسبير، تشارلز ديكنز. تشارلز ديكنز من الكتاب العالميين اللي كتاباتهم تقيلة،
وكنت بدرسها في المدرسه. وفي الحقيقه انا من الناس المعجبين بالادب الانجليزي، وكنت محظوظ ان في مدرستي بدرس لشيكسبير دراما والنوفلز بتاعت تشارلز ديكنز، لان هما فيهم اختلاف وبيوسعوا مدارك وافق، بيخلوا الواحد عنده قوه تخيل اكتر وعندهم قضايا مهمه. يعني هم طول الوقت بيحاربوا الفقر، بيحاربوا الجهل، بيحاربوا العادات الباليه. يعني انت لا تتخيل اعمال ديكنز عملت ايه في بريطانيا. يعني هو لما عمل اوليفر تويست قلب الدنيا وخلى القانون بتاع الملاجئ يتغير، وخلى القوانين بتاعه المدارس تتغير لما عمل اوقات عصيبه، قصه مدينتين، كل الروايات اللي هي عملها كانت سبب في تغيير حروب، كان في تغيير قوانين، في عمل تامين صحي وشمل رعايه طبيه، اخضاع الملاجئ اللي كان موجود فيها ابطال الروايه بتاعته في للقانون وللرقابه، بحيث ان وجه بريطانيا اتغير بسبب كتابات تشارلز ديكنز. هو اتولد سنه 1812 في جنوب بريطانيا، كان امه وابوه عندهم 8 اولاد، هو الثاني. فابوه من كتر الولاد الكتير هو كان بيشتغل موظف على قده، ف يعني كان عليه ديون كتيره جدا، فدخل السجن بسببها. وبعدين هو ساب المدرسه وعلشان يساعد مع الاسره، وقرر ان هو يشتغل في مصنع احذيه. فلحد ما ابوه خرج من السجن كان هو وصل ل 15 سنه، فكانت تحسنت احوال الاب والام، نزلت تشتغل تاني، فقرروا ان هو يرجعوه تاني للمدرسه. لكن لحظه حاجه، واحنا دايما بنحكي على الشخصيات اللي كانت من 100 سنه من 200 سنه في اوروبا، وتقولي كان عنده 7 اخوات و8 اخوات و9 اخوات ساعات، قلنا هو نفسه خلف 10. عكس الاوروبيين دلوقتي تماما. دلوقتي الاوروبيين لو لقيتي حد خلف 2 بيزغلطوا له طبعا. ويمكن دي من الحاجات المهمه جدا وعامل مهمه جدا بعد الثوره الصناعيه اللي خلت بلاد كتيره تتطور، هذا تطور التكنولوجي، انهم بقوا يخلفوا عدد قليل، فالدول دي تطورت وبقت غنيه جدا. صحيح، لان عدد السكان قليل بالنسبه للثروات او بالنسبه للصناعه اللي عندهم. عقبالنا الاقتصاد الدولي. عقبالنا بالظبط كده. فهو رجع المدرسة تاني، وبعدين كمل لحد التعليم الثانوي، وبعدين قرر ان هو لا خلاص هو هيشتغل علشان برضو يساعد في احوال الاسرة. فاشتغل مراسل لمجلة في بريطانيا، وبدأ يكتب القصص بتاعته روايات. هو تأثر جدا بجولاته، اولا بعيشته، بحياته، ببيته. كان يعيش في حي الفقراء في لندن، هو نفسه كان احيانا ما بيلاقيش ياكل. اندمج مع الاطفال المتشردين في الشوارع، مش علشان هو يبقى زيهم، لا علشان هو يفهم طبيعه الشخصيات، يقدر ان هو يمتص احوالهم ويكتب عنهم، وده اللي نفعه وهو اللي عمله، لدرجه ان هو يقال عنه انه اكثر من صور حياه البؤساء والمهمشين، خاصة في فئة الأطفال. هو كان عشان كده عمل أوليفر تويست؟ بالظبط كده، الله ينور عليك، اللي هو ديكنز. وبعدين بدأ ينشرها مسلسلة، يعني كل أسبوع حلقة، كل أسبوع حلقة، كل أسبوع حلقة. فالجريدة نفسها اللي بينشر فيها الفصول بتاعت الرواية بتاعته كانت بتبيع بشكل مخيف، لدرجة إنه ما كانش حد مصدق إنه رواية تعمل كل هذه المبيعات، تتفوق بقى على السياسة والاقتصاد والرياضة وكل الأشياء اللي بتحتويها أي جريدة. خلص اللي هو الرواية اللي هي الأولانية، وبدأ بقى إيه تجار السينما أو السينمائيين يهتموا إن هم عايزين. ساعتها السينما ابتدت؟ السينما كانت بادئة من 1898. طب هو اتولد سنة
812 بعد كده يعني. هو قصدك بعد ما مات؟ لانه بعد ما مات، لانه اتعمل يعني في عنده مثلا اللي هو اوقات عصيبه دي اتعملت 450 مسرحيه مره، كمسرحيه يعني 450 مره. واوليفر تويست اتعمل افلام كتيره جدا، واوقات عصيبه وقصه مدينتين، وكل اللي كتبه تحول فيما بعد الى 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 افلام سينمائيه والى مسرحيات والى مسلسلات، واتعمل في مصر برضو، كان متاخد منها اللي هي المسرحيه بتاعت هلا حبيبتي بتاعت الاستاذ فؤاد المهندس. بعد كده وراني عاطف الله كانت جميله، صدقتي والله. طبعا طبعا، كانت الاستاذه دلال عبد العزيز الله يرحمها. الله يرحمها. وهو بدا يهتم كمان، مش بس يبقى مجرد كاتب بينتقد احوال المجتمع، لا هو قرر كمان ان هو يكون جمعيات لحمايه الملاجئ، يكون جمعيات لحمايه حقوق الاطفال المشردين، وبدا يعني ينتشر في كل العالم. طبعا هو في معاصرين ليه زي مثلا فيرجينيا وولف كانوا بيوجهوا له اتهامات او نقد للكتب بتاعته، بيقول ان هو يعني حاز على كل هذه الشهره وكل هذا الاهتمام لانه كان عاطفي زياده عن اللزوم، وان هو كان بيثير الشفقه، وان الشفقه دي اللي هي أوردها في كتبه كل رواياته هي اللي عملت له هذه الشهرة الكبيرة. وإن هو كاتب، عارف أنت برضو حقد الأدباء على بعض يعني، إن هو كاتب خفيف، بينما بس هو أصلا هو ناصح، هو وذكي طبعا، إن هو أغلبية رواياته وقصصه كانت بتدور على زي ما أنت قلت حاجة مهمة طبعا، الفقر والحاجات اللي زي دي، غير قوانين، والحاجات اللي زي دي بتأثر في الشعوب، غير قوانين. عارف يعني إيه كاتب يقدر من خلال رواية يغير قوانين؟ دي حاجة عظيمة جدا. ده ما حصلت في السينما المصرية. أريد حلا، مش بس أريد حلا، والفتوة، وجعلوني مجرما، لأ، وكلمة شرف، يعني دي كلها افلام. ومسلسل استاذه منى زكي السنه اللي فاتت تحت الوصايه، دي كلها اعمال فنيه غيرت قوانين. بينما مثلا في روسيا بيعتبروه الاب الروحي اللي اتعلموا منه الادب في 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 روسيا. هو مات سنه 1870، اتولد 1812 وتوفى 1870 بنزيف في المخ. اتجوز وخلف حوالي 10 اولاد، ليه تمثال من الشمع في لندن في متحف. طب تعالي نشوف يلا بينا. يلا اول صوره، اتفضلوا. اول صوره معانا لتشارلز ديكنز. وهو شاب، هو مش شاب قوي يعني، باين فوق ال 30 او ال 40 تقريبا. يلا ممكن تشوف اللي بعدها. هنا في مرحله الشيخوخه. حلو لبس قوي اللي هو لبس قوي. اوكي، ده اوليفر تويست. اول اعماله. بعد كده قصه مدينتين. تيل اوف تو سيتيز. اوكي دي انا درستها في المدرسه. اوقات عصيبه. اوقات عصيبه عمل كتابات مهمه جدا، كل دي يعني كتابات لي. ده بعض منها، مش كلها. بعض طبعا منها. لان هو عنده انتاج كبير جدا جدا جدا. صحيح. وهنا في مكتبه، ده متحف، ده تمثال، ده في مدام توسو. مدام توسو في لندن، متحف الشمع. أيوة. الاشهر في العالم. وده تمثال نصفي له. اوكي، وبعد كده نختم المرجع. المرجع اللي جبنا منه معلوماتنا النهارده لتشارلز ديكنز. شكرا سعاد، شرفتينا ونورتينا. اهلا وسهلا بيك. انا سامعك اغنيه لذيذه قوي، بشكر سعاد سليمان، ونسمع اغنيه وبعد كده نرجع لكم وعرض ازياء مع مصمم الازياء استاذ اسامه محمد. خليكم على صباح مزيكا. صوبنا بعجايب، عمغلك لا تخلي المي تهدر.